السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فاصدقائي بغيت يعني نبارطاجي معكم واحد الطريقه بسيطه ولا واحد الحل بسيط ديروه في حاله ما انه السياره نتاعكم الا كانت من نوع رونو بطبيعه الحال والسياره ديالكم وقفات لكم في شي بلاصه ما نعرف باركين في شي مدينه اخرى ولا شي بلاصه الخدمه الى اخره. فكما كتعرفوا ان رونو عندها بزاف ديال لي تيب يعني بزاف الانواع، كتلقاو سيني كتلقاو كليو كتلقاو يعني مجموعه ديال الانواع. وحنا هنايا كنلقاو عندهم واحد الخاصيه مشتركه انهم عندهم هاد الكلي هذا بحال هكا، يعني الاغلبيه عندهم هاد الكلي هكا، يعني الاغلبيه ديالهم كليو ولا سينيك يعني كدير هاد الكلي هذا بطبيعه الحال، يعني هاد بحال هكا كتلقاه بحال هكا. وبطبيعه الحال كدير تحاول ما امكن انك يعني تشغل السياره ديالك. هنا واحد الاشكال اللي طحت فيه انا، يعني طحت فيه انا شخصيا بالسياره ديال الخدمه بطبيعه الحال اللي هي من نوع سينيك، وللاسف كنت بعيد شويه على الدار، كنت في الخدمه ومني مشيت نخدم السياره ديالي نشعلها ما بغاتش تشعل، كتعطي ليا واحد الميساج ديغوغ هنايا ني كندير هاد بحال هكا، كندير هاد الاخر هاد يعني هاد الكلي هذا ني كنديرو بحال هكا نورمالمون خاصو يعطي ليا هذيك، يعني الناس اللي عندهم سينيك ولا الناس اللي عندهم الانواع الاخرين من رونو كتعطي ليهم، خاصك يعني تدير رجلك على لامبرياج الى اخره من بعد والفران باش انك دير هاد ستارت. هنا ملي كدير هاد ستارت كيقول لك كارت نون ديتيكتي، يعني بحال ما كايناش لاكارت هنايا في هذه الحاله كيعني انه لاكارت ديالي يعني يا هاد البيل هادي كما كتشوفوا ملي كنحلو هنايا كهاد البيل هادي يا ميته ولا لا. اولا لو كان ميته ما غاديش تحل ليا البيبان لانه كما كتسمعوا كتحل البيبان دونك راه خدامه. اذا شنو اللي يعني اللي شكيت فيه انه بطبيعه الحال راه يمكن شي فيس يعني شي حاجه هنايا خصها تسود الداخل دونك راه تحلات الداخل. في هذه الحاله هذه انا ما عندي يعني خصني ضروري نقلب على حل، اللهم نقلب على حل ولا تعيط للديباناج، خاصه انه الا كنتي بعيد مثلا ب 100 كيلومتر ولا 80 كيلومتر وقع لك هذا الفلاش هذا خاصك تقلب على الحل. كاين جوج حلول، يعني جوج حلول، كاين واحد الحل انك دير داك الالومنيوم داك الغلاف نتاع الالومنيوم اللي كيكون عندنا في الدار ديرو حتى لهنا مثلا دورو كامل، ولكن هذاك ما كيجيبش الربح دائما. الحل اللي مزيان هو انك دير هكا، دير هاد الكونتاكت نتاعك بحال هكا، فانتوما كتشوفوا والو هنا والو كارت نون ديديكتي هنايا يتهز واحد الموس، واحد الموس هذوك اللي عندهم دوك الموس تاع اللي كيكونوا في العراسات بزاف اللي عندهم هنايا ما كيكونوش يعني حادين هنا في هاد البلاصه كيكونوا بحال هكا، ولا تهز هاد المعلقه هادي بطبيعه الحال المعلقه كتكون شويه عوجه لذلك كنفضل الموس. المهم حنايا فين لقينا الموس في ديك البلاصه اللي كنت فيها يعني كاينها غير هادوك الموس الحادين. اذا الحل اللي غادي ديبانيني هو المعلقه لانه المعلقه موجوده. بالنسبه الا كنتي في الدار بطبيعه الحال تمشي تجيب داك الموس راه احسن، عاد يعني راه من الاحسن. شنو غادي ندير؟ شوفوا انا كتعطي لي ديك نو ديديكتي، ها هي نعاودو لها ها نتوما كتشوفوا ها هي كارت نو ديديكتي. غادي نجي لهنا غادي ندير هاد غادي نحاول ما امكن، علاش قلت لكم انا الموس لانه للاسف هاد الاخر هاد كي سميتو هاد المعلقه راه عوجه. ها نتوما غادي نمشيو حتى ندخلو مزيان هكا ونحاولوا ما امكن نهبطوا. فبطبيعة الحال يعني كتكون سامبل، طريقة سامبل هي اون فوا نديرو بحال هكا. هو شوفوا سبحان الله العظيم يعني عطى لينا ديك ابيو سيغ ستار، يعني الناس اللي باغيين يديبانيو على الاقل بعدا يوصل بنادم حتى للدار ولا يوصل حتى للكراج فين غادي يبدل ديال رونو ولا ما نعرف شي، يعني المهم كل واحد وفين باغي يوصل ان شاء الله. المهم غادي يديباني راسو على يعني على اساس انه يوصل لدارو ويحط السياره نتاعو في الباركين ويقدر يسلك بها المهم واحد يومين هكا على ما يمشي يبدل. بحال دابا انا خاصني نمشي نبدل هاد الاخر. هانتوما المعلقه بحال هكا شوفوها كتشوفوا فيها هنا بطبيعة الحال. هادي دابا واحد الميساج اخر اللي هو ابوي سيغ هذاك ستار، ها هو غتشعل
سبحان الله، يعني هي تشعلت خدمات صايي نورمال الى اخره، هي كدير لا ريفيزيون تاعها، نطفيها ها هي غادي نطفيها، هانتوما غوتيغي لا كارت الا بغيت، و الا بغيت نشعلها عاوتاني شعلات. شوف هنا طفات، نحيد هذا، نحيد، نحاول ما امكن نحيد هذه المعلقه، اجيبها ها هي، هانتوما كتشوفوا في كل شيء. غادي انسيغيو لا كارت، شوفوا نون ديديكتي والو، ربنا خلقت انا. اذا الحل هنا، الحل هو المعلقه، الله، يعني المعلقه جابت ربحها، الحل هو المعلقه بطبيعه الحال. ونستيك الساعه نحاولوا ما امكن اننا نخدموا السياره ديالنا نورمال. ها انتم كتشوفوا نون ديديكتي، حتى اللي نخدموها بالمعلقه عاد تخدم شويه على راحتها، يعني كل شيء باين، كل شيء واضح. نتمنى ان شاء الله تكونوا يعني استفدتوا من هذه الملاحظه هذه، ولا هذا الحل هذا، ولا السوليسيون هذه. يعني اي واحد فيكم واي واحد فينا يقدر يطيح في هذا الاخر كما طحت في انا، اللهم بعدا نبارطاجيو الحل اللي لقينا، لانني انا ما سيختو راني كنت بعيد على الدار، بعيد على بزاف ديال الحوايج، ما كاين لا يجي عندك، وبنادم في الخدمه يعني خصك تعيط للديباناج، والديباناج غالي، واحد الثمن يعني اللي ما كتصوروش نتوما. الواحد هو اللي يلقى الحلول ديالو. المهم المعلقه دارت خدمتها وصلتنا للدار والحمد لله. الواحد دابا يتوكل على الله يمشي يبدل علينا هذا الشيء، راه واخا كيكون غالي المهم باش ما نبقاوش اون بان مره اخرى. ايوا كنتمنى ان شاء الله تستافدوا وبارطاجيو معكم هذا الفيديو هذا. شكرا.